نتمنى تكونوا بخير. الوغ بغيت نفكركم في بعض الامور باش نعرفوا فين حنا غاديين. واش عقلتوا في الاول ملي كانوا بعض الناس كيضحكوا على الدول الاوروبيه وكيقول لك هكا عندهم اكسيدات في المستشفيات، بينما كل دوله من هذوك كانوا وصلوا 8000 حاله في الانعاش. اليوم حنا عندنا 250 حاله حرجه ولا حاله صعيبه، وبدا كيبان باننا غادي نحصلوا وغادي نحصلوا واحد الحصله اللي هي خيبه. ونفس الشيء واش عقلتوا منين في الاول كانوا الناس مخلوعين كيقول لك 25 حاله في اليوم، 63 حاله في اليوم، 140 حاله، هذا رقم قياسي، بينما اليوم 1600 حاله ولات شيء اللي هو عادي وشيء اللي هو مقبول. نفس الشيء اليوم ناس مخلوعين كيقول لك 20 حاله وفاه، 30 حاله وفاه، 40 حاله وفاه في اليوم، وكيخلعوا هذا الشيء الله يرحمهم، ولكن راه نقدروا نمشيو فيما هو أسوأ. وخصنا نبريباريو راسنا، خصنا نبريباريو راسنا لشنو؟ اننا نفهموا بان هاد لا كريز ديال كوفيد راه مازال مطوله معنا بزاف، وبانه الخطر ماشي هو كوفيد، الخطر هو المنظومه الصحيه تكون هشه وتكون ضعيفه، ما تخليكش انك تساير هذا التعايش اللي غادي يولي مجبر، لانك دابا خاصك تعيش مع الفيروس ولكن ما عندكش هذه القدره انك تعيش فيه او لا تعيش معاه بحال دول اخرى. وهذا هو المؤسف. صحيح كان على هذا الشيء خصو يتقاد من قبل، وكانت هذه المنظومه خصها تصايب وهاد السبيطارات يتقادوا الى اخره، ما دارش هذا الشيء. نفس الشيء في هذيك الفتره ديال الحجر الصحي كان خصو يتعتق ما ممكن ولا اي حاجه تقدر تعتقها تقادها وتبريبار راسك لما هو مقبل، ما دارش هذا الشيء للاسف. وهذا هو المشكل. وحتى الى سبحان الله حاربنا كوفيد وتغلبنا على كوفيد، كنوا متاكدين انه في بلادنا وبهذه المنظومه الصحيه ما غادي نقدروا نديروا هذه القضيه الا على حساب مرضى اخرين وناس اخرين اللي عندهم حتى هما امراض اللي هي مهمه واللي هي صعيبه واللي كتعطي واحد المضاعفات اللي هي كثيره، واللي الولوج ديالهم للمستشفيات ولا صعيب اصعب من داكشي اللي كان، وبالتالي غادي يعانيو. للاسف ما غاديش يخرجوا لي شيفر ديال شحال من مريض ديال السرطان او ديال السكري او ديال امراض اخرى وقع عليه مشكل او ما قدرش يولج للمستشفى، وهذا الشيء هو اللي اداه ولا اداه لواحد المضاعفات. هادو ما غاديش يخرجوا هاد الارقام، فبالتالي ما غاديش تقدروا ديروا هاد لا كومباريزون، ولكن راه كاينه للاسف. هذا ما غاديش نقدروا نتغلبوا على هذا الشيء. الوغ للاسف كنسمع الناس كيقول لك المحاسبه وخصنا نحاسبوا المسؤولين الى اخره، عرفتوا لي ريزو سوسيو. بصح نعم صحيح هذا هو الحل الوحيد، ولكن ما بقيتش كنامن في هذا الشيء، لانه دائما كنشوفوا نفس السيناريو، كدوز واحد 3 ايام 4 ايام الناس كينساو، وحتى الى ما نساوش كتخرج واحد الفيديو فيها فضيحه فلان وهو يتناول الشاي، او لا فضيحه فلانه وهي كتلعب الكارطه او شي حاجه بحال هكا، كيمشي التركيز، كيمشي الامور والناس كتنسى وللاسف كنكملوا. دونك باش نبقاو في يعني في التوعيه، لان هي اللي غادي تعتقل انه المحاسبه مع انها مهمه كن متاكد بانها ما غاديش ترد لك الناس اللي هما عزاز عليك. فبالتالي دابا اللي هو مهم هو تعرف شنو خاصك دير للوقايه من هاد كوفيد باش تحيدوا عليك، وكن متاكد بان الا ما وقيتيش انت راسك ولا ما وقيتيش العائله ديالك راه ما كاينش اللي غادي يديها فيك وما كاينش اللي غادي يقدر يساعدك. فحضر راسك، اغسل يديك، راه عرفنا الدوله هي المسؤوله الى اخره، ولكن اغسل يديك. ثاني حاجه لبس الكمامه ديالك، وعرف بانه الكمامه ديالك ما كدافعش بها على راسك، كدافع بها على الاخرين. دونك حاول في قدر الاستطاعه انك تقنع الناس الاخرين اللي محيطين بك انهم يلبسوا الكمامه ديالهم، ولا قنعتيهم يلبسوا كمامه ولبسوها بحال كيف كتلبس انت 7 ايام متبعه فهي بلا ما تلبسها، راه ما كيصلح الوالو داكشي. دونك خاصك تعرف بانه الكمامه راه عندها واحد المده ما خاصكش تفوتها، تلبسها بهذيك الطريقه اللي خاصها تلبس بها او لا غير بلاش. كنفضل انا نلقى قدامي واحد اللي ما لابس الكمامه نعرف بانه كاين واحد الخطر، ولا انه واحد اللي لابس كمامه وهي قديمه 7 ايام وهي كتستعمل وبالتالي ما كتنفع حتى حاجه وكتعطي داك لو فو سونتيمون دو سيكوريتي. الله يحفظك.